غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو سلام ونعمة. ألو سلام ونعمة. أيوه. أبونا يصلح ربي يباركك، أهلا وسهلا بيك. سلام. معك أبو مريم. معك أبو مريم من أمريكا. ألو. أيوه حضرتك، حضرتك ما تعرفنيش معرفة شخصية يعني. قفل التليفون مباشرة. كان. ولا نافع مع أبو مريم ولا وسام عبد الله. الو ايوه مساء الخير يا مان. الو ايوه حضرتك معاك ابو مريم من الو يا الو الو ايه احنا ما بلاش شغل الاطفال ده. انت رايح الميسا تقول لي الو الو، عيب عليك استرجل كده. انت سامعني كويس؟ قال لي الو الو. شوف سكت يا شفت يا اخو اكرام. الو 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 عشان يهرب السؤال. الصوت مسموع يا اخو؟ في مشكله؟ لو في مشكله كنت كتبت على تكس، لو في مشكله كنت قلته، محدش قال في مشكله. قال الو 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 الو. شغل اطفال، شغل عيال صغيرين، كل ده عشان يهرب السؤال، مع ان الكتاب بيقول كونوا دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل ما انتم عليه من رضا. كان معانا لواء مباشره القمص يستس يستس يستس، ده اسمه فعلا يستس منير. القمص يستس يستس منير راعي كنيسه العذراء والانبا موسى وكاله البلح. ما فعلا يعني انت فعلا وكاله البلح تليق عليها بصراحه. عشان الو 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 ده فكرني بالقصه اللي اتصلنا بيها قبل كده. اقول ما فيش شبكه يا رأفت الشبكه. الو 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 اللي ما فيش شبكه يا رأفت. اللي بعد اخوانكم في غرفه الحوار الاسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمعها؟